انا كنت بلعب في المصري وفي الفتره اللي انا كنت بلعب في مصري كان يعني كنت في فورمه غير عاديه, يعني اعمل كوره كده تيجي جون. انا لعبت مع المصري 24 مباراه جايب 17 جون, واخد كاس مصر قبل نهائي افريقيا ثاني دوري في الفتره دي. يوم ماتش الزمالك انا طلبت من الاداره ان انا ما العبش, مش قادر, مش قادر العب فعلا, اقسم بالله العظيم. قلت لهم انا مش عايز العب. قالوا لي ايه؟ قلت لهم انا ما اقدرش اشوف الزمالك مغلوب, والله العظيم الكلام ده حصل مني. فمستر مايكل كروجر جه قعد معايا وقعد قال لي لا ده لازم تلعب والجماهير المصري وبتاع. قلت لهم جماهير مصر عارف ان انا زملكاوي, انا مش عارف ابقى منافق, يعني مش هقدر. لدرجه ان انا في الشوط الاولاني بعد ما نزلت المباراه في كره عملتها فكانت تيجي جون في الزمالك, فعملت عارف يعني رجعت ورا فمشيت رحت نزلت على غزل المحل, رجعت على غزل المحل لعبت السيمي فاينل كاس مصر غزل المحله مع الزمالك, وانا عارف ان انا هرجع بعد الماتش يعني على الزمالك وفرص كتير جات لي ان انا هدف والتوفيق ومش يعني قلبي ما يعني توفيق ولا قلبي ما طوعنيش, جات لي فرص فعلا اللي هو قلبي يعني ما طوعنيش فرص وانت ما حبيتش تهدف. جالي فرص لدرجه ان انا كنت بلعب ساعتها ركز مع بعضينا لدرجه ان انا جالك فرص جالي فرص وما قدرتش لدرجه ان انا ساعتها كنت بلعب على كابتن ابراهيم حسن في يوم واحده قلت له شيل, يعني في يوم واحده عارف انت اللي هو ايه انا خلاص يعني لازم انت احط تقول لي كابتن ابراهيم شيل وانت بتلعب ضده شيل يعني الله ينور عليك الزمالك بيخش فيك على طول ببقى من جوايا كده ببقى مبسوط تبقى انت زملكاوي ولا الكاوي ولا ايه والله لما يخش فيك هدف من الزمالك عادي لما يكون بس محتاج دوري ولا حاجه كده واحنا في الامام مفيش مشاكل مفيش مشاكل حصلت معايا مع كابتن حسام ساعتها كان بس انت جريء قوي على الهوا بتقول الكلام ده لا عاد ما بكسفش من حاجه فكان كابتن حسام ساعتها مش عارف راجع من وقف ايام حسام حسن ايام كان في الزمالك ولا لا في الزمالك اوتوفستر وكده فراجع بردك من وقفه ومش اصابه حاجه زي كده كسبهم الحدود في الحدود 1-0 ورجع كان عندنا مباراه المحله في المحل هو بردك محلة والزمالك كان مش عارف مين اللي رفعه من ناحيه اليمين فطار عليها بدماغه وحطها بدماغه في الزاويه ده وكنت معاه حضنته بعد ما جاب الجول لا انا من جوايا وبعد كده اتقلقت الماتش لو جبت الماتش خلص 1-0 يعني خلاص الحمد لله الزمالك بس عملت ماتش كويس ماتش كويس يا راجل انت مش عايز تحضن لا من جوايا بقى عمل لك ماتش تاني عملنا ماتش تاني عملنا التذكره شامله للاستاد برضه مع نادي الزمالك برضو. لان نادي الزمالك لما جه اكرمنا في الماتشين احنا جاملناه في بطوله الدوري بتاع جاملتوه جاملناه طبعا ما حدش يقول كده جاملناه يعني يعني جاملناه ماشي فيه اللي لدرجه ان مدير الامن انا قاعد جنب مدير الامن فلقى اليافط مبروك يا زمالك قبل الماتش يا زمالك قبل الماتش فقال لك كابتن سيد قال لك كابتن سيد الجماهير عاوزه ايه؟ الجماهير عامله كده ليه؟ قلت له ان الزمالك استضافونا ويعني في يعني في صداقه زياده عن اللزوم راح بس لا عايز يخلص خلاص ما عندوش مشكله خلاص ما عندوش مشكله انا حصل لي موقف في حياتي وانا في بدايتي في الزمالك كان ماتش الزمالك والمصري نعم ماتش الزمالك والمصري سنه كام؟ سنه 92 الزمالك لو كسب ياخد الدوري المصري ببورسعيد انت كابتن رضا كان موجود فيه فانا كنت ناشئ في الزمالك وموجود معاهم فهي اتقالت لي كده قالت لي ان اخوك مصطفى يلعب او ما يلعبش جامد او يسيب الماتش ده مين اللي قال لك؟ لا ما انا بقول لك ما بلاش ما تدخلناش في السكه تاني يعني كان حد في الجهاز ودي كانت المباراه دي سبب مشياني من نادي الزمالك طب لما رحت قلت لمصطفى بالراحه لا عشان خاطر اخوك الصغير لا ده انا بقول واول دوري لا انا قلت له واخد مكافاه بص يا اسلام انا قلت له حاجه قلت له انتوا يعني انتوا مش محتاجين الماتش احنا قابلت الكابتن جمال عبد الحميد فقال لي كلمه كده حاجه يعني انا داخل عادي انا ناشئ في نادي الزمالك حتى داخل على اللبس بتاع اللعيبه زعلان انا بكلمك بامان ففوجئت لقيت الكابتن جمال عبد الحميد يقول لي قول لاخوك مبروك عليك الدوري فانا برضو مش مستوعب يعني عارف انت ازاي ف يعني ايه مبروك عليك الدوري يعني انت يعني خسرتونا الدوري المدرب اللي كان طلب منك وقتها انك تتوسط او تروح تكلم مصطفى تاني قال لك ايه بعد الماتش مشيت من الزمالك يعني احنا خسرنا الماتش ده عشان مجلس اداره هو اللي خسرنا يعني مجلس اداره كان عندنا ماتش الاهلي وبعد الاهلي في القناه احنا لو كسبنا ماتش المصري ده واتغلبنا من الاهلي هناخد يعني الدوري برضه احنا ما فوقناش الا لما شاطت الكوره بتاعت كابتن مصطفى جت جون فوقنا جالنا بنالتي فده بره الاتفاق بره الاتفاق فجيت ده مصطفى مش هيخش بورسعيد بقى على كده لا ماشي الاستاذ اللي حضرتك هو اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي كويس طبعا في بدايه الثمانينات بدايه الثمانينات كان في الاسبوع قبل الاخير كان الزمالك
بيلعب في المنصورة اللي هو الزمالك خد فيه بطولة الدوري بسبب الماتش ده. كان في مهاجم في المنصورة اسمه محمود درويش الله يمسيه بالخير. ده في احدى الهجمات من على بوز ال 18 كده بيحاول يلعب الكرة بالعرض راحت منه دخلت يعني راح للجون وكان عادل المأمور متقدم شويه فراح لحقها ونام بيها جوه الشبكه الجانبيه. الحكم عبد الرؤوف المرشدي كان احتسب هدف احتسب هدف للمنصورة هدف مليون المية. الراية قال له تسلل قال له تسلل ازاي ما حدش عارف. الايام قامت والدنيا باظت والاحتياطيين بتوع المنصورة نزلوا. الراية ادعى انه اتضرب وكان ممدوح مصباح طبيب الزمالك ملأ راسه مارك كروم ولف الشاش وعمل وكأن حصل ايه واتهموا محمد الهادي 37 دوري اتهموا محمد الهادي اللي هو نجم المنصورة القديم رئيس نادي السنبلاوين حاليا بانه ضربه بازازة الكوكاكولا وفتح له راسه واتشطب او اتوقف محمد الهادي لمدة عام كامل. الزمالك كان في ترتيب اول ويعني نصب عينيه كده لبطولة الدوري كانت اول سنة يروح حسام ابراهيم حسن والجماهير متلهفة لبطولة الدوري استواني مقاولين دغدغ الزمالك بلغة الكرة كده وفي الدقيقة يمكن 42 حسبت بنالتي على الزمالك بقراية المقاولين رامي جه وعدى فاكر رامي سعيد وراح وكان في مدافع قلب دفاع حسام عبد العال عارف خلاص مسافر بنالتي وانا بنالتي انا قرار انا بعتزل جدا يعني يا دوب خارج نهاية الشوط الاولاني خارج على اللبس لقيت الحجر ده جاي طبعا الملعب كله مقاولين لغايه النهارده ما عندوش جماهير يعني فيعني تقصد ان كان جمهور الزمالك هو يعني استحاله يعني يكون مقاولين مقاولين كان واحد جايب خطيبته اللي قاعدين في المدرج يعني اللعيب جاب خطيبته وواحد جاب والده فجابوا الزمالك كله يعني انا دخلت وصممت وان خدت قرار بالغلبه ان المباراه لن تستكمل لكن كان حجر كبير انا صممت انا صممت على الغلبه ما كانش يعني يراودنا ادنى شك ان المباراه هتتعد يعني ما ظنتش ان المباراه دي يعني هتنتهي كده وتحتسب لنادي المقاولين لكن ليه ليه ما كانش عندك خلاص احنا مين المدار يعني المدار بالغاء المباراه الزمالك لا لا يعني خلينا احنا المقاولين كان متقدم فهو اللي المفروض لو اتلغى انا اتصور انا يعني كنت اتصور ان المباراه هتحتسب للمقاولين لكن فوجئت بعز المباراه شعرت بالظلم باعاده المباراه حسيت ان حقك يعني احيانا انك يعني اللي اعتدى عليك جاله حق وانت ما جالكش حق ده اللي انت حسيته يعني المخطئ استفاد من خطأه يعني المخطئ اعتقد في نقطه قانونيه هنا في القانون في الحقوق في كده وفي الكوره حتى كده المخطئ اللي يستفيد من خطأه لكن انا يعني كنت اتمنى ان المباراه تصير طبيعيه والمقاولين ياخدوا حقهم لا اعيدت فاز الزمالك اعيدت وفاز الزمالك وخد الدوري زمان حكام الافارقه كانوا بيجوا يقعدوا معانا قبل المباراه احنا عايزين ايه؟ اشتغل خلاص بقى طب تقول يا كابتن تقول حاجه صعبه جدا يا كابتن والله صح اتكلم بجد الحكام الافارقه ده بيقول نادي الزمالك مش احنا بس احنا وانديه ثانيه كانوا الحكم اول ما يجي عايز يروح بورسعيد اسمع بس اسال بتوع بورسعيد عايزين يروحوا بورسعيد يعمل شوبينج ماشي وبعدين ينزل عايز حاجات ثانيه يشتريها من القاهره ماشي مش عارف عايز ايه حاضر ماشي اهو كويس تمام فيجي بقى تيجي الاجتماع اللي هو بتاع المباراه الاجتماع الفني فانا بقى بصفتي لكابتن النادي فكنت بقعد فهو الحكم يقول لي مباراه مثل في مصر فيها مثل 50 60 70 80 الف متفرج بيتفرجوا فانا بقعد اتكلم مع الحكم يقول لي الحكم يقول لي انتوا لو عايزين ضربه جزاء نديكم ضربه جزاء مش عارف ايه بس ما يبقى عدي ربع ساعه الاولانيه ما بقاش من بدري كده يعني والزمالك والله والزمالك في فتره كده كان في حكم لا داعي لاسمه واحنا في الزمالك هو كان زملكاوي كان يجي يزعق لك مثلا ويتنرفز عليك ويقول لك ايه اقع في ال 18 يعمل نفسه ان هو بيتخانق معاك والكلام ده ولو اتكلمت انا هطلع لك انذار قلت تعالى اقف والله اقف تقف يقول لك ايه خش ال 18 بنفسك